حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار للسنة الثانية على التوالي، وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة هيرتيج فاونديشن. هذا وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تحظى بإطار عام للاستثمار مدعوم ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة يتميز بالشفافية مع حصول الاستثمارات على معاملة منصفة، في حين تتسم المنظومة المالية للمملكة بالحيوية وانفتاحها على التجارة الدولية. وفي هذا السياق أكدت السيدة ندى سعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية أن تصنيف البحرين المتقدم يأتي انعكاسا لنجاح الحكومة في الحفاظ على منظومة تشريعية متطورة توفر فرصا ذات عوائد مجزية للمستثمرين ومدعومة بمزايا تنافسية من ضمنها بيئة ضريبية تنافسية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة.